إذا أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة مرتيل. طبيعة الحال فبعد شهر من الانتظار ها هم بحارة الصيد التقليدي بواسطة المراكب يعودون لنشاطهم. طبيعة الحال فهذا أول يعني مركب يعني من بعد الرحلة ديالو في مياه شاطئ مدينة مرتيل فهو يعود. نتمنى إن شاء الله أن تكون الغلة وفيرة ديال الأسماك كما كتشوفوا فمعاناة كثيرة يعني قد عرف عملية يعني الصيد باش أن الأسماك توصل شاطئ والأسواق مدينة مرتيل. متسبق أنا شفت عنده مصطفى عنده كما قلنا متتبعي قناة شفتي من بعد شهر من التوقف هي الحركة تعود هنا لشاطئ مدينة مرتيل. طبيعة الحال فغادي نحاولوا من خلال هذا المباشر أننا نتقربوا أكثر نشوفوا العملية ديال التوقف بعد شهر وكذلك غادي ناخذوا ارتسامات ديال البحارة هنا بشاطئ مدينة مرتيل كما كتشاهدوا في هذه الأقفاص فهي مخصصة لصيد الأخطبوط. طبيعة الحال ف يعني قريب أنه يتم يعني صيادة الأخطبوط. طبيعة الحال فمعنا أحد الريوس الرئيس البحارة اللي تفضل. السلام عليكم. كنشكر اولا شوف تيفي على هذا الاهتمام ديالها بالمشاكل ديال البحاره والمعاناه اللي كيعانيو. فالمعاناه هي كثيره. لما نهضروا على المعاناه يعني من بعد طول الانتظار يعني تقريبا شهر عدتوا للاجواء ديال البحار واش فرحانين بانكم عدتوا للبحار كيفاش البحار ومن بعد نهضروا على الصعوبات. تفضل. فكنظن الصعوبات الفرحه ديال البحر البحري دائما كينتظر البحر كيطلع عليه بحال واحد العاشقه عنده كيجي كيطلع عليها هي مريطه كيكون البحر هايج كل نهار كيجي يطلع عليها وكيشوف الحاله ديالها كيفني وحين كتبدا تحسن الحاله ديالها كيتحس هو كيحس بالامل. النهار اللي كيبدا يشوف البحر شويه كيغامر مثلا على الله يكون ديك النصيب بحال دابا البارح كان باقي البحر هايج بزاف الدراري يخرجوا البحر بزاف بحال كل الشبك بزاف ما يكون ديك النصيب ولكن حين كيطول البحر بزاف مثلا كيجوز 20 يوم هادشي دائما كيكون الحوت قليل. الحوت اللي كيكون في انواع الحوت باش كيكون مزيان خصو يومين ثلاث ايام باش كيمكن له يكون الحوت. اما حين كتعطل الامور دائما الحوت كيكون قليل. انت كتشوف انت الحاله اليوم الحاله هي قليله. الماتريال اللي كان في البحر اللي شبوا البحر يعني مشى بواحد النسبه كبيره يعني خصو الاصلاحات يعني خصنا نخسروا عليه. كاين الحاجه اللي ضاعت كاين الناس اللي ضاعوا لهم الشبك ديالهم اللي كانوا كيصطادوا بهم اللي شبوا من البحر. وهاد المسائل هي عاديه غير خص يكون بدائل في الارض. مثلا البحري ما خصوش يبقاو يعتمدوا عليه يجي يتعطل الخبز ديالو غير في البحر لان خص يكون البديل في البر لان يكون شي حاجه مضره للضغط ديال البحاره اللي كيمكن لهم يستافدوا منها
مسائل مثلا خصو عندهم واحد الامتيازات. عندنا البحري دائما كيشوفوه ما عندوش امتيازات، حنا عينا نهضروا، عينا الجمعيه تاع مدار، التعاونيه تاع مدار، ما كاينش ولا يبالي، لان البحاره دائما عندهم مشاكل اقتصاديه كيعانوا بها، وخاصه في الشتوى وحين كيطول هذا الشهر فعلا. بالنسبه لهذا الوقت هذايا، شنو النوع ديال الاسماك اللي موجوده؟ كنشوف حتى هذه الاشباك هذوما، هذه القفوص هذوما واقيلا خاصين بالاخطبوط على ما اظن. هادو خاصين بالاخطبوط، وكيشبهوا حتى الحوت اخر، ولكن المهمه ديالهم الاولى هما الاخطبوط. الاخطبوط قلال، ما بقاش يعني في هذه الحاله هذه قليل، ما كاينش دابا الانسان دا خرج بصح يجيب 5 ولا 6 الكيلو، يعني ما كاينش الاخطبوط، وفيهم الصايغ بزاف، هذا تجيب لهم الطعم وتجيب لهم هذا الشيء هذا. والانسان كيعاني لان البحر حين مشى الواد على البحر، لان البحر حين كان النهر مزيان وكان الماء الشتا كيهبط من البحر، كان الحوت في البحر. وحتى هذا البناء هذا اللي وقع، هذا البناء وهذا الشيء اللي كتشوف ساهم في انخراط الثروات السمكيه، لان هذا البناء كيتسمى البناء كيبان مزيان، ولكن بالنسبه غير صادق للطبيعه، وخاصه الطبيعه ديال المدينه هذه، لان هذا البحر هذا ديالنا فيه البسيط، وكان الحوت كيجي يولد فيه من كل مكان، والساعه اللي وكانت فيه القيله كتشرق عليه وكتغيب عليه، الساعه اللي وقع هذا البناء هذا ما بقاش الشمس كتغيب، عنده نص نهار الشمس، ونص نهار الشمس ما خلاش الحوت يولد هنا، لان هنا هذا المهنة كالبسيط الماء سخون، ماشي بحال المناطق اخرى. المناطق ديال المرتيل كان دائما الحوت كيجي مثلا كل يجي من الحسيمه من اعالي البحار، يجي عندنا المنطقه علميا كيولد هنايا، وكانوا الودان مزيانين، الودان تلوتوا ما بقاش الحوت كيجي كيولد فيهم، يعني كلشي متلو استقلالت، لان حتى كثرت السدود ما كتخليش المياه ديك النقطه الشتا تهبط من البحر باش يجيب الحوت، لان الحوت كيهبط مثلا اذا كان الملحلو كيهبط من البحر، الحوت كيجي 100 قامه 200 قامه، وحنا ما عندناش امكانيات باش نمشيو نصطادو تما، اذا كيهبط هذا الحوت اللي عندنا كنشبوا واحد كيكون وقت الشتاء. حتى هاد المواسم هادو ما بقاوش، يعني البحر كيعاني بحال الصيف في الشتاء، ما بقاش شي موسم. بالنسبه لك يعني حتى قلتي حتى البنايات اللي زادوا، يعني ماشي اصدقاء ديال الطبيعه ديال اليوم. شنو الانواع ديال الحوت اللي كاينه، ولا الانواع ديال الحوت اللي كانت في المرتيل وما بقاتش نهائيا؟ وكاين بزاف الانواع، ما كاينه ما نقدر حنا كنقولوا بوغيغيتي، الاسماء هذو بالاسبانيه يمكن ما غيفهمهم شي بعض الناس، ولكن كنقولوا بوغيغيتي ما بقاش انيجو، ما بقاش البيض اللي كان كيخرج من الواد، ما بقاش المشيع، ما بقاش كيجي يعني القاضي ديال البحر، ما بقاش واحد النوع الحوت كنسميوه القاضي، يعني واحد الكثره ديال الانواع. الحوت قلال مثلا، ما كاينش مثلا بحال دابا النميرو قلال، بزاف الانواع لانغوستا قلالات. علاش؟ لان ما كاينش، لان مثلا حين كتجي النميرو كيصطادوه بالقراعي، لان الناس كيهبطوا بالقراعي كيصطادوا غير النميرو صغير، وهذاك النميرو صغير كيكون ذكر ما كيكونش انثى، هو كيرجع انثى حتى كيعمل 8 الكيلو، كيكون عنده 3 سنين من ذاك الوقت هذاك عاد كيرجع انثى. اذا ديك النميرو ما صابش مع من يتجانس مع ذاك الذكر ما غادي يكونش النميرو. اذا الناس اللي كتهبط للقاع كتصطاد غير النميرو، كتصطاد الحوت اللي مزيان وقضوا على الثروه السمكيه. مثلا بحال مثلا بزاف الانواع بحال لانغوستا، لانغوستا حتى كتعمل 10 سنين عاد كتعمل كيلو، هذه مسائل علميه، انا ماشي مسائل علميه، 10 سنين عاد كتكون كيلو، واذا جا خوها بتصطاد لانغوستا ما خليناهاش تولد، بقى صغيره ما كتولد شي، او في الوقت الولاده اذا ما كاينش الحمايه ديالها. مثلا بحال دابا الجرر اللي كيهبط هنايا، مثلا كيهضروا على التشانكيتي، التشانكيتي هو الكريه ديال الحوت مثلا، هذا الجرر كيهبط هنايا، القانون كيعطيه 3 الميل بعيد على الشاطئ. فهو كيجي كيهبط هنايا على ميلونوس، او كيهبط مثلا هنايا بعض المواطن ضربوا بالحجر مثلا على نصف ميل، باش كيصطاد تشوكو صغير، بوكو صغير، الحوت صغير، هذا كامل تشانكيتي، باش مابقاوش يغلطوا الناس يقولوا التشانكيتي كاين غير الساكدين مثلا او الشطون او لا كاين التشانكيتي البوكو، التشانكيتي الضلوبه، التشانكيتي النميرو، التشانكيتي هذوك الباريخات اللي كيكوزوا مثلا بديك الماء ديال ميلونوس، تما الحوت كيجي يولد بحال باغار بواجون بواجو، الحوت الحرس كيسميوه باجو رويال، هذاك الحوت كيجي ولد ديك المنطقه هما كيشبقوها باقي صغير، وهذاك الحوت هذاك يعني علميا الحوت، واذا كان مثلا الحوت الحرس واذا كان فيه كيلو كيعطيك 1000 بيضه، واذا كان فيه 10 كيلو كيعطيك 10000 بيضه، ومع ذلك الحوت كيقلل. علاش؟ لان مثلا هما كيجيو يصطادوا في هذا النوع هذا، وغزاو الثروات السمكيه المغاربه كاملين، راه هذا الارتهاده ديال المغاربه كاملين، ما كاين المناطق اللي ما كيوصلهمش الحوت. إذا علاش ما كيوصلوش الحوت؟ إذا هاد الاستنزاف ديال الثروات السمكية اللي وقعت، وهاد المسؤولين، أنا كنحمل المسؤولين ديال الغرف المهنية،
ديال لامارين ديال الجمعيه، حتى الجمعيات، لان هذه الجمعيات اللي كاينه لا ما كنثقوش فيها، لان ما تاخو عنده باكو وعمل الجمعيه وكاملين كان براكوس وعنده وبيع وشرايا، ما يمكنش يضربط بين البيع والشراء، بين تحافظ على الثروه السمكيه، تحافظ على المهني، ما يمكنش، خص يكون واحد الاختصاص اللي عنده مثلا الباكو ولا عنده هادي، راه ما خصوش يكون في الفاعل الجمعوي. او لو كان مثلا اخو او في الغرفه المهنيه ما كيدافعوش علينا، كيدافعوا يا خو بيع وشراء. مثلا هو في الغرفه المهنيه ديال الغرفه، واش بيع وشراء؟ هنا كاين تناقض بين المهنه وبين المهمه اللي كتعمل انت في الغرفه المهنيه. اولا مثلا كضو ديالك شتي في الرئيس ديال الجمعيه وانت بيع وشراء، هنا ما يمكنش تخدم مصالحه ديال الطبقه الصغيره ديال المتواضعه وجميع ديال هاد البحاره، لان باش حنا رجعنا لورا بزاف على الصعيد الوطني، لان 80% مالك القوارب او البراكوس ماشي مهنيين، تجار مثلا، كاين اللي فشي سياسيا ودخل من النافذه ديال الصيد وطريق العمل الجماعي. اذا ما غيمكنناش نتقدموا وما غيمكنناش نمشيو بعيد، والمهنه راجعه غير لورا، رغم ان هاد بعض القوانين اللي كتعدل وهاد الدراسه فهي غير كتابه، لان البحر ما عندوش اللون، خصو الحريه، خصو باش كيتخدم ومع مواليه، لانه دابا فارطنا في هاد البحاره، دابا الاطر ديال البحاره مشات. مثلا اخوك قاري حقا البحر كيطلب قرايه مثلا في الجي بي اس، في السولدار، في هاد المسائل، ولكن الصيد التقليدي كيبقى دائما تقليدي، واخا تجيب له جميع خص الشخص اللي تكون من صغره من الواد الى النهر الى الفلوكه، وكاز واحد المراحل وخدم مع رؤياس كبار ودا منهم التجربه ودا منهم الخبره باش كيمكن له. اذا الثروه السمكيه الخير موجود، ولكن خص ننظموا الامور ويكونوا رجال، فاذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر الساعه. حنا ما عندناش المهنيين اللي كيحاميو على المهنيين، لان كاين الناس كتحامي على المهنه وهي ماشي مهنيه. انا قلت لك قبيل كما اشرت لك، فشل سياسي او لا الحزب جرى عليه، دخلوا من النوافذ الاخرى، ومع ذلك الدستور كيخول لهم، كيقول انا كنعمل حقي الدستوري. احنا كنطلبوا النهضه في اعاده هاد القوانين هذه، لان ماشي الدستور هو كيخول له من حقه، ولكن كيكيب على بزاف ديال المجموعه ديال البحاره، لان مثلا واذا كانت عندنا مثلا 22,000 ديال القوارب في المغرب تقريبا، شحال فيهم ديال البحاره حاملين هاد القوارب؟ فخص تاكو خص ديال القوارب تعطي للمهنيين. مثلا جاو 4 ولا 5 ديال البحاره وطلبوا واحد القريب، خصهم يعطيوه لهم، لان هادوك غادي يخدموا ويخلصوا ديك القريب وغيفتشوا على المنتوج. ولكن اخو عنده 15 و20 ديال القوارب، اخو عنده 10 15 ديال البراكوس، ما كيطنش بالمعاناه اللي كيعانيها البحر. هي رساله اخيره، رساله اخيره ديالك. فرساله انا كنطلب من هاد المسؤولين يشوفوا تحت، ما يبقاش يشوفوا غير من فوق، وكنطلبهم خصهم يهبطوا، بان البحري راه ما يبقاش يدور عليه واحد النظره بان جاهل، راه البحري واعي وعنده الثقافات ديالو، ولكن كاين اللي يقدر يطلع عندكم يقول لكم هذا الشيء وما كتسمعوهش، اولا كتصنتوا له وما كتردوش عليه. وكنظن خصهم هما يهبطون عند البحري بحال اللي جيتو انتوما، كنشكركم شوف تي في والاخوان اللي كيجيو كاملين، كيجيو كاين عين المكان وكيشوفوا المعاناه. انت كتشوف الايام راه قارب غرق في البحر مثلا، جا شي واحد عنده، عيط له شي واحد من المسؤولين يشوف يطمن غير على البحاره، وجا شي حرام يعني، اللي مات مات واللي عاش عاش، هادشي اللي كاين، والبحري مهضومه الحقوق ديالو من الناحيه القانونيه، وحتى القانون ما كيحميش البحري، حتى هاد القوانين اللي معموله ما كتحميش البحري، يخص اعاده النظر فيها. وشكرا. المتسبق قناة شوف تيفي، لازلنا في هذا البث المباشر. بطبيعة الحال فهذه القفوصة فهي مخصصة لصيد الأخطبوط، بطبيعة الحال فكما كيقولوا البحارة، فرغم أن الأخطبوط يعني موجود، ولكن للأسف الشديد ف يعني المصاري باش أنك يعني هذيك يعني تصطاد الأخطبوط فهي كثيرة وكثيرة جدا بطبيعة الحال كما كتشاهدوا معنا. فهذا يعني بحارة لليوم للأسف، وبطبيعة الحال فمن خلال هذا المباشر فغادي نصطادفوا أقدم بحار اللي كاين هنايا في ميناء مدينة مرتي. السلام عليكم الرئيس. مزيان بخير. فين الرئيس هاك؟ تما خديجي ما عندي ما نقول والو. طلع على مشاكل البحار. المشاكل أنا تقضاو لي والو، ما عندي ما نقول. تقضاو لي. أنت من القدماء ديال البحار. إيه ولكن تقضاو لي، ما عندي ما نقول، ما عندي ما والو، بقيت مشبر باليد. فهمتي؟
اليوم تلقتوا هذه الشبكه هذه شنو كنشوف واش وغلت لكم شنو المشاكل اللي وقع لكم اليوم؟ المشاكل كاين جرو كاين ماريه قويه ومع المخاطف قلالين وكاين جرو يدخلوا ببعضهم ايوا والحين تاد البحر هي هذه واحد النهار هيدا وغدا هيدا وبعده هيدا والمسائل ما كانتش مع انسان اللي كيكون عاود مخلوع من البحر ومخلوع من هذه ديما كي يعني كيوقع له افات ايوا حنايا في المحنه يوميا حتى تيحين الله فهمتي ولا بحال تقريبا ما صيدتو نتوما وقيلا تقريبا شهر ولا اكثر هايدك وما عي البحر هادي 17 يوم واقع من البحر 17 يوم الادمي هنا جالس كيتشوف بعضو كي فهمتي كيخلي القمل على طهرو فهمتي ولا ايوا حنايا ما عندنا ما نقولو نساله دابا غادي تنقي وعاودوا وجدوا عاود الغداء نعم يا وعاود من هذا يعاون هذا وهذه هذيك مع هذا حتى حين انت كتشوف ها هذا اللي هذا عنده يومين وثلاث ايام ديال الفك هنايا ايوا والفك انت قاعد خاصك عاود اخر ملي كيشوف هيدا ما غيفكك شي باطا خاصك عاود تعطيه ايوا هذا كنشوفو جديد واش شنو هذاك الصدفيه شنو هذاك هذا ولا هذه كبيره واحد النوع كان عيف يعني في الداخل في المحيط ودابا جا النقله ديالو جات من هنايا ودابا كبر وهذا كيتفرع بزاف كيعمل 30 40 واحد في يعني في الولده هذا كيعمل 40 واحد في الولده هذاك هذا كيتنكر تقدر تبيع هو ولا كي ولكن البيع ما كاينش البيع هذا كيترمو صافي لا حيلا صادوا به هيدا البوربو ولا شي حاجه صافي هذا كيأثركم كيقطع لكم الشبكه هذا كيرزي ماشي كيقطع وكاين بالكثره هذه واحد الحاجه ملي كيسلط ربي عاو ما جا ما رفدا يو كا غادي نعمل لكم مع الاستجواب غادي تهلاو فينا ولا غادي هذه 60 سنه ديال البحر واش غادي تعوضوها لنا ولا ان شاء الله يكون على الخير يكون على ايوا الا كان على الخير والصوت ديالنا هو هذاك يعني وما نهضروا ما كنسمع حتى شي حاجه حتى شي نتيجه ما كتكون غرقت مؤخرا شي باركونايا ديالكم لا تبع ليكم واحد الفلوكا غرقات ولا بس ما وقع والو يعني ملي كيكون البحر يعني نعم دائما وكيوقع بالموت وكيوقع بهذه واحد القضيه دابا مثلا نقطه التفريغ هي موجوده ولكن عمرها يعني نقطه التفريغ كتكون بلا مرسى ها يعني المرسى الحل ديالها ساهل كما عند في كاشيخ وكما عملوا لنا حتى حنا قال لك خصو يعملوا لنا وحنا فين يفتحوا لنا علواد وندخلوا لداخل ولكن والو ما كاينش مع العلم بان المرسى كانت مرتيل هي الاوليه ماشي كانت هي الاوليه هي من عهد نصير ماشي من دابا وجات وحيدوها من هنا حيدوها من هنا يعني بواحد تكتيكه ما عندك ما نقول لك عندها حديث صغير ولكن هذا الحديث ماشي ديالنا مي ما بقاش الواد كيكوب في الشاطئ واش الحوت قلال بزاف ايوا الحوت عندهم يقلال الحوت يعني كيتكون من الواد هو اللي كيتربى فيه الحوت الواد ماشي محض الواد يعني كيستغلوه الدراري يوميا وكيرزو فيه الكريه ايوا حنا باش نهضروا كنهضروا دائما كنهضروا على محاربه هذا يعني محافظه على البيئه ها هما مثلا الجرار كيهبط لنا في مع حنا ملي كنقبل الواحد عنده من اقل 50 قامه كيعملوا الغرامه اليوم عاملين في 3 القامات 4 القامات اش كيقولوا؟ كيقولوا تشانكيتي هضر على تشانكيتي هو تشانكيتي ديال الفريقات زايد على تشانكيتي ديال البر كرم يعني توافي قد هيدا البزيق يعني الفغر بلوبر كدا كله الحوت قد هيدا وكينباع قدامهم والفريق كيدخل قدام المرسى هاد الشيء كاين ما كايناش المحاربه كاينه الصيد التقليدي شي حاجه بسيطه هدايا تشانكيتي وتشانكيتي عوض من هذوك الدراري اللي شحال يما مع باباه 30 40 الناس عمل لهم الكواغط ديالهم وعمل لهم هذه وطلعوا البحر وحيدهم تما هذه ما كايناش ايوا المسائل خصها تعوض خص الانسان يكون بهذيك ديالو ويكون كيلحق يعني التقاعد ديالو يلحق احنا عندنا 60 ما عندنا لا تقاعد لا والو ايوا شنو غنعملوا هذوك لما غنديوها الشيخ المعروف
وهذا اللي عطى الله. الله يحفظك، شكرا. اذا ويتسبع قناه شوف تي في، هذه كانت الاجواء يعني بعد شهر من عوده بحاره الصيد التقليدي بواسطه المراكب هنا لشواطئ مدينه مرتيل للاصطياد طبيعة الحال. فهذه المشاكل ديالهم والمعاناه ديالهم، وحاولنا اننا نقربكم اكثر المشاكل اللي كيواجهوها سواء داخل البحر وكذلك باقي المشاكل المحيطه بهذا المهنة. اذا متسبق انا شفت به، الى هنا ننهي هذا البث المباشر والى بث اخر. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.